وبركاته متابعيني في القناة أعزائي الأصدقاء. طبعا الموضوع ده مش لسه جديد، الموضوع ده من زمان، من بداية رمضان تقريبا أو قبل رمضان بأسبوع، وإحنا شغالين في المعرض ديت، معرض صملوط لعرض السلع الغذائية. إحنا طبعا اللحمة دي من أول رمضان وإحنا شغالين الكيلو ب120 بدون مبالغة ومفيش مزايدات. الطب البيطري مع التموين مع مجلس المدينة عاملين شادر، وكان في 4 شوادر تاني هنا، بس إحنا اكتفينا بشادر واحد اللي هو شغال حاليا اللحمة ب120. طبعا أقول لك اللحمة زي ب120 واللحمة دي تخسر، دي لحمة جاموسي. يعني أنا إن شاء الله هنزل لك الصورة، الجاموسة أنا مصورها في السلخانة قبل ما تتذبح تحت إشراف طب بيطري كامل وأطباء أكفاء في المجزر، بيكشفوا على اللحمة وبيثبتوا صلاحيتها، ولو اللحمة دي طلع فيها أي حاجة إحنا بنقدمها وبنعوض الجزار بدل اللحمة اللي إحنا بنقدمها له. يعني لو الجزار دخل بحيوان سليم ظهريا وما فيش أي مشكلة، وبص إحنا بنكشف عليه الدكاترة، بنطلع الحيوان ده مثلا عنده سل، بنطلع عنده دودة كبدية، بنعوضه بالكيلو ب85 جنيه الكيلو بعظمه، فالجزار ما بيخسرش حاجة عندنا. اللي يخش السلخانة اللحمة بتطلع مكشوف عليها، تطلع لحمة نظيفة. طبعا انت اللحمة دي لحمة جاموسي مدبوحة النهاردة في السلخانة، وكل يوم عندنا عرض للحوم هنا ب120 جنيه في مدينة صملوط، مستمرين ان شاء الله دايما كده. طبعا اللحمة دي عيبها الوحيد، عشان بس الناس اللي تقعد تشكك في الكلام بتاعنا، لا احنا شغالين واللي عايز يجي يشوف يجي يتفرج. اللحمة دي بتاخد بس سوا كتير بس، لان طبعا هي كبيرة في السن، لان انا قانون المجزر عندي او قانون المجازر عموما على مستوى الجمهورية ممنوع تذبح البقرة او ممنوع تذبح الحيوان اللي هو اقل من 42 شهر العمر، يعني اقل من 4 سنين ونص للحيوان لازم يكون سادد تام عشان اقدر ادخله السلخانة، اقل من كده ما ينفعش ان انا اذبح الحيوان. فطبعا دي جاموسة كبيرة في السن، بتبقى سادة جديد، ممكن 4 سنين 4 سنين ونص، لكن اللحمة سليمة ممتازة، جميع الخواص بتاعتها الطبيعية سليمة، ما فيش اي مشكلة منها بالنسبة للأكل والطهي. هي مشكلتها بس ان هي بتاخد طهي كتير او بتاخد غليان كتير على النار، لكن اللحمة اول ما تلاقوا الختم المربع ده، طبعا ده ختم يدل على ان ايه، ان دي حيوان بجري او جاموسي، ان هي فوق السن. ختم المربع ده ختم السلخانة بتاعتنا. اللحمة دي سليمة، ازاي تعرف اللحمة سليمة؟ طبعا بالنسبة انت ليك كمواطن مش هتقدر تعرف غير الخواص الطبيعية بتاعتها، اللون، الملمس، الريحة، يعني تعرف اللحمة دي سليمة. اول ما تلاقي الختم المربع ده اعرف ان دي انثى كبيرة السن، لو لقيت الختم ده مدور اعرف ان دي لحمة ذكر، فدي لحمة دي لحمة جاموسي، دي لا نتائج جاموسة دي كل دي جاموسة اتذبحت الصبح في السلخانة على دينا وتحت شرب بطر كامل، يعني لا كبيرة، ممنوع ان انا اذبح الصغيرة في السلخانة، ممنوع. لا الذكر انا بذبح طالما عدى الوزن 400 كيلو حتى لو سنه صغير بذبحه، لكن انا المفروض ان هو يعدي سنتين، لكن انا جاني ذكر مثلا وزنه 400 كيلو، ايهم اقرب سواء الوزن 400 او السن؟ لكن انت تعرف الختم ده اول ما تلاقي ختم مربع عند الجزار اعرف ان اللحمة دي بجري او جاموسي كبيرة. دي جاموسي ولا بجري؟ دي جاموسي، كل اللي معروض ده لحمة جاموسي، بس لحمة ممتازة ومش هتلاقي السعر ده برضه. الختم المربع ده ختم المربع ده ختم السلخانة ده ختم مربع ختم تشوف عليه السلخانة تحت شراب بطري كامل. ده ختم سليم. هي مشكلتها بس حاجة واحدة بس، ان هي بتاخد غليان، ودي مش مشكلة عندي. انا موفر 40 جنيه في الكيلو، اجيب رز، اجيب طماطم، اجيب بطاطس، مش مشكلة ما تاخد شوية غليان يعني. ايوه لكن لحمة سليمة ما فيهاش اي مشكلة خالص. شكرا ليك، شكرا لجهودكم العظيمة. تعال لي دقيقة واحدة. والله الحمد لله سيادتك، وفي قبول على اللحمه و120 جنيه سيادتك، والحمد لله نحمد الله والناس طبعا 100. الجزار اللي معانا من اول رمضان واحنا شغالين عرض للحمه، وان شاء الله مستمرين دايما، مستمرين سنه ان شاء الله كده، و120 والناس كلها ب 120 ان شاء الله، والذبيحه ان شاء الله يعني ما بتاخدش معانا الساعه 12 الحمد لله رب العالمين. ولو اضطرينا ان احنا نزود هنزود تاني باذن الله، لو طن لحمه احنا متفقين ان شاء الله التاني، لو طن لحمه سادتك احنا مساعدين سادتك. ايه اخبار المستورد دلوقتي؟ لا المستورد شغال، بس هو اللحمه دي اطعم واحلى بلدي، المستورد غالي. الميزه بص يا عم حاج، ما تروحش في مكان تجيب لحمه لما تلاقي عليها ختم. تمام، ليه بقى؟ احنا بنعدم في السلخانه كل شهر
مش اقل من 3 4 عيون عندهم سول. ايوه سول او دوده كبديه، وده راجل جزار وشايف. اكيد طبعا لازم تقول بنعد منوص فيها ديدان شرطيه بس على طول. الجزار بره لما يذبح ويلاقي فيها سول مش هيعرفه اصلا. يعني احنا الدكتور بتاعنا بيكشف، بيجيب الغده، بيعرف ان اللحمه دي فيها سول ازاي، يعرف ان فيها دوده شرطيه ازاي، الجزار هيقطع وبيع. اكيد طبعا. فالطبيعي المفروض الواحد ما ياخدش لحمه الا لما يلاقي عليها تكون، لازم تكون مختومه بس. واحنا بنضغط ان شاء الله بصراحه يعني كلهم. هنا بناخد اللحمه هنا مرتاح 100 100 يعني مش اول مره. حاجة لا ده انا كتير من ساعه ما بدات المبدا، من ساعه ما بدات اللحمه هنا وانا باستمرار على طول هنا. وانا برضو انا كمدير وكراجل مسؤول في الطب البيطري، انا بقول لك اللحمه دي على عهدتنا احنا، ما تشوف عليها في السلاخ. انا باخدت اللحمه دي قبل كده كذا مره، يعني دي شهور باخد اللحمه دي. الناس تقول لك دي كبيره في السن ما تاخد غلايان. لا جنيه فرق، انا اولى فرق. طب انا اقول بالفرق ده، الفرق ال 40 جنيه دي اجيب رز، اجيب بطاطس، اجيب طماطم، اجيب خضار ثاني. هو ده اللي احنا بنحكي فيه. لا ده هنا اطعم واحسن، بعدين تازه قدامك بتتقطع العزه بعينك ومكشوف عليها. ايوه مكشوف عليها اشرب بطر كامل. لكن انا ما اعرفش اللي بره ده كايه طعمه ايه، لكن دي معروفه. هنا التومين باستمرار يعني واقف معانا هنا وبيقول لي، بيقول له ريح الزبون الحته اللي دي يقطعها، وفعلا بيقطع الحته اللي تعجبنا وبناخدها وسعر مفتاح 100 100. الله يبارك لك يا حاج، انت مصادق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.